هل 10 اسئله لكل حدا، مطلوب انه تجاوبوا على كل سؤال نطرح عليكم بكلمه واحده ايه او لا بسرعه بدون تفكير. محمد اختار احد الوراق. اول ثاني ثاني شكلك بتتفائل بالرقم. بقى انه هيك كل سؤال بتجاوب عليه بكلمه واحده ايه او لا. ايه او لا، بس ايه او لا. تمام. هل سمعت شي مره صوت جارتكم او جاركم عم يبهدل مرته او جوزها؟ طلعت. هل بتحب البنت بغمازات؟ لا. هل عندك رفيق غليظ بس بتحبه؟ ايه. هل منطق تخيلي انك مين؟ تخيلي انك مين؟ هل منطق القوة هو اللي بينتصر بالنهاية؟ ايه. هل الدموع دليل ضعف؟ لا اكيد. هل بتضيف ناس ما بتعرفها على الفيسبوك؟ ايه. هل اعتذرت لحدا مؤخرا؟ ايه. هل صحيح انك بتحب الكذب؟ صحيح اني بحب الكذب؟ انا مو بحبه هلا. ايه او لا؟ ايه بحبه. هل صحيح انك كل يوم مع بنت جديده؟ مو كل يوم، يوم ايه ولا يعني صريح واضح. هل عبيت مازوت مؤخرا؟ لا. في مشكلة مازوت؟ ايه في مشكلة. كل يوم مع بنت؟ يوم ايه يوم لا؟ مو يوم ايه لا. مضبوط هي السمعة طالعة عليه؟ مو سمعة بس انه يعني اكيد انا كشاب اكيد بدي فوت بعلاقات كثير وبدي كمان ما غلط واحد يتعلم العلاقات حاليا بحالة حب. ما عندها مشكلة البنت اللي بتحبها انه اليوم مع بنت جديدة؟ لا أكيد مو هي بنت، لا أكيد تكون هي الوحدة لحالها، أكيد مو مع حدا. بس بتغير كثير. إيه كرمال ظروف معينة. بتحب الكذب؟ مو بحبه يعني بس يعني ما كلياتنا بنكذب يعني بتكذب لا تجمل محمد. يعني شوف إنه مو يعني أوكي بس إنه نقول أكيد كل حدا لما يكذب. طب ما إنه سألك هالسؤال مين الرفيق الغليظ اللي بتحبه؟ أكيد مو باسل. هلا في ناس غليظة على هضامه، يعني في اشخاص موجودين حوالي في على غلاظتهم بس انه يعني غليظ ومهضوم بنفس الوقت بيكون غليظ بس مهضوم؟ ايه يعني انه غلاظة كذا غلاظته بتكون مبسوط بوجوده يعني. ما في شخص معين يعني براسك؟ لا ما في شخص معين. في شخص اعتذرت له مؤخرا؟ في شخص مؤخرا كل فترة لما اعتذر من حدا. اخر واحد مين؟ من شو بيغلط؟ لا لا مو قصة اغلاط يعني مو اغلاط بس انه الاعتذار بيجي مو كرمال انه يكون غلطت يعني ممكن اعتذار لحالة تقصير معين اخر حدا. او قصرت بحق حدا بكون اني يعني اعتذرت منه. اخر حدا اعتذرت منه قلت لها سوري بيبي. مين هي؟ يعني مبين سوري بيبي لجارب ما بتحب البنت بغمازات؟ عن حلوين الغمازات؟ لا ما كثير بحبها ما بحب الغمازات. بده تسمع شكلها كثير صوت جاركم عم بيبهدل مرته. ايه بكرمال نحن في يعني اخر فتره عم نكون بالاوتيل بيوت عربيه فبنسمع شو عم بيصير حوالينا. تسمع كثير؟ ايه تسمع كثير انت بس الجيران عم بهدلوا وحده عم بهدل جوزها؟ انا الحمد لله محل ماني ساكن ما في كثير يعني بعيد عن الناس كثير ما في حدا كثير قريب بس بنسمع يعني اوقات بنسمع بس بسمع صوت بياعين بالطريق بسمع قصص ثانيه يعني بتغطي وبتوفي وبتزيد بدل الجيره. ايه الاول او الثاني؟ ناسي بدك الاول ولا الثاني؟ امدي الثاني خذ انت الاول. اخذ الاول. الاول يا الله الله شو هالفيل حبه هذا؟ شايفه 10 اسئله بنفس الطريقه بس سريعا ايه او لا على كل جواب على كل سؤال. هل بكيت شخص شي مره؟ ايه. هل بتخاف من الاماكن المرتفعه؟ لا. هل بيجي على بالك تشرب حشيش احيانا؟ هل التاريخ كاذب؟ بكثير محلات. يعني ايه؟ هل الاصدقاء مصلحة؟ ايه او لا؟ مو الكل. ايه او لا؟ لا. هل الافضل انه يلبس الشخص عدة وجوه؟ عدة اقنعة؟ ايه. هل تشعر بالفراغ العاطفي؟ ايه. هل صحيح انك لئيم؟ ايه. هل صحيح انك كنت تفسد على رفقاتك بالمدرسة؟ ايه. هل صحيح انك كنت تحب بنت وخانتك؟ كمان ايه. شو عملت معها؟ شو عملت معها؟ ولا شيء. عادي؟ اكيد. خانتك الخيانة ما في يعني بالنتيجة لما بيصير في حالة خيانة شو ما كانت فما في حديث ينحكى بتخيل انه سامحتها؟ اكيد لا. تركت؟ اكيد.
كنت تفسد على رفقاتك بالمدرسة؟ ايه كنت هي هذا الفاسود يعني. لا مو ما كنت عوايني، كنت هذا الحدا يلي دائما هي بالطليعة الأولى وكذا وقصص و... فأكتب أسماء المشاهدين، انضباط وقائد وحدة وعريف وهيك. ف مشان هيك بيقولوا عنك لئيم. يمكن يعني هلا ماني لئيم، لأنه هي صفة حدا من رفقاتك قالها يعني. حدا من رفقاتي قال لك إني لئيم؟ لا روح هلا شوف. أنت قلتها لحالك إيه؟ إيه ما بعرف شو يعني. أنا قلت إيه لئيم بس حسب موقف يعني، بس إنه إيه لئيم بمحلات إيه في. والأفضل إنه واحد يلبس عدة وجوه؟ طبعاً تلبس أكثر من وش. إيه ما بتشوف إنه هي بتقلل من صدق الواحد إنه واحد بأكثر من وجه؟ لما بلبس وجه لما أجرح الناس، ولما بكون عم بلبس وجه معين لحتى أقدر بكون موجود بالطريقة المضبوطة مع العالم، فبتصور إنه بالعكس بكون عم أدي دور. يعني مالك صريح، لا رح يكون في نص تقييم حسب كيف بدك تستعمل الوجه اللي بتلبسه. يعني أنا كيف أنا بدي أعرف أو الشخص لما أنا بدي يكون هلا إذا أنا دائماً عم بدي يكون حقيقي فممكن اجرح ببعض الاحيان، ممكن ضايق ببعض الاحيان، فالافضل اني البس وجه دبلوماسي. بتأيدي هذا الكلام لو واحد يكون باكثر من وجه؟ طبعا. انت بتلبسي اكثر من قناع؟ لانه انا عيوني كثير ببين عليهم يعني هيك عصبيه. محمد بتلبس وجوه حديده؟ لا على وجه واحد بكفي. جاي احصل لك اسمع مني سأل مجرب. عم تشعر على كل حال باسل بالفراغ العاطفي؟ ايه. ما في حدا بحياتك حاليا؟ والأصدقاء قالوا مصلحة؟ هو يعني أكيد ما في شيء مطلق، أنا عندي قناعتي ما في شيء مطلق، بس أنا عندي تجربة مع أصدقاء أثبتت لي إنه لا ما في مصلحة وهي منيحة كثير. بتحشش شيء؟ لا بس بيجي على بالك. إذا أنت سألتني بيطلع على بالي فبقول لك إيه يعني بيطلع بيخطر لي الموضوع بس ما بتحشش. تاريخ كاذب؟ طبعا أكيد. مين الشخص اللي بكيته؟ بكيت كثار. بكيت كثير يعني بكيت لاسباب محدده، ممكن نكون عم نحكي لما حدا يبكي تاثرا يعني بموقف معين. انا بعرف في مستمعين بكيوا باوقات معينه من برامجي، انا بعرف انه في ضيوف بكيوا معي بالحلقات، بعرف في ناس بكيت لامور عاطفيه، فبس هي مو بقصد اني اجرح، هي لموقف معين ممكن يكونوا بكيوا. بكيتي حدا نانسي؟ يعني لا لا بعمل جهدي انه لا بعمل جهدي اني انا ابكي قبل ما ابكي عالمي، انا شخص ببكي بسرعه فبفديها بحالي، ما بحب اجرح، كثير بزعل اذا جرحت حدا. على كل حال هذا ما بتصفي لي غير الورقه اخر ورقه. هذا ما بيعفيكي من السؤال، الاسئله العشره مثل العاده بدك تجاوبي عليه هون ايه او لا بكلمه واحده. هل انت في حاله حب حاليه؟ لا. هل هناك خيانه مشروعه؟ خيانه مشروعه؟ لا طبعا. هل ندمتي على معرفتك بأحد الأشخاص؟ إيه. هل صحيح إنه الرجال مثل الإعلانات، الاثنين ما بيتصدقوا؟ لا. هل حابة تطفشي من شيء أو من مكان؟ إيه. هل بتحبي الرجل يكون دون جوان؟ شو يعني؟ إنه حلو كتير؟ زير نساء. يعني هي لا أبداً. لا. هل ضربك والدك أو والدتك لما كنتي صغيرة؟ مرة واحدة. يعني إيه؟ هل أنت ضربتي حدا؟ لا. هل صحيح انه اختك بتعيط عليك لتخففي اكلك؟ دائما وابدا. هل صحيح انك سربتي البومك الاخير على النت بدون علم شركه الانتاج؟ طبعا لا. مين اللي سرب الالبوم؟ ما بعرف. انا من يعني فيني احكي من وجهه نظري، انا ما يعني ما اقترفت هذا العمل. بس تسرب الالبوم ضايقك هاد او بالعكس يمكن يكون عمل انتشار؟ هلا ضايقني لانه كنت بتمنى ياخذ حقه الطبيعي وينزل بطريقه نظاميه يعني. فرحني انه بجوز يمكن يكون هذا العمل مخبى ما بقى يشوف النور بحياته، يمكن اجته فرصه انه يشوف النور. اختك بتعيط عليك عشان تخفي الاكله؟ ايه لانه بس مالك سميني انت. بس بحب الاكل يعني، هلا كل ما بدي يكون عندي شيء مثلا على التلفزيون بدي البس، فطبعا هي مستشاره الازياء تبعي بالبيت، إذا عندي شيء بدي البس على انترفيو أو هيك، فدائما بجيبها مثلا مثل امبارح جبتها آخر ليل بما إنه سيد باسل خبرنا على الحلقة بوقت يعني ما عاد في مجال إني أعمل شيء، فطبعا شحطها لأختي من تخت قلت لها هلا بتقومي بدي البس، ف يعني هذا الفستان ما بزبط عليكي نانسي، سمناني حاجة أكل حاجة أكل. ما ضربتي حدا؟ لا يعني مو من أسلوبي. بس ضربك والدك لما كنت صغيرة؟ بابا. مرة واحدة ولا أكثر؟ مرة واحدة.
بس الحق معه يعني انا ما علمه انا جعبان تضرب مو بس بقتلني يعني جايب عليك شو كنت عم تقول لك الحق معه لا لك ليش نهارها كنت راح انا كان بيت ستي مقابل بيتنا بالضبط فبعتتني الماما لعند تيتي كرمال مدري شو ودي شيء لك ما بعرف لك لا فبصفة شفت مرة كبيرة يعني بالعمر هيك لابسة وكذا كبيرة يعني اجت لعندي مرحبا خالة كيفك كذا هيك تعي لعنا حبتني فهمت قلي تعي لعنا فأنا بكل بساطة رحت معها وطلعت على البيت وضيفوني عصير وهذا الشيء غير منطقي يعني وطبعا أنا غبت نص ساعة عن البيت الماما يعني كانت عم تشد شعر أمي لأنه لا وصلت لعند ستي ولا أنا مبينة بالطريق ولا حدا شافني فكان من المحتمل إني أنا إيه فأنا لما رجعت على البيت رجعت مبسوطة أنا فكري حالي متعرفة على العالم جداد ففتحت الباب إنه مرحبا منيح إنه ما تكرر بعد كده حال منيح خطفوك لا لا إيه تماما لأنه عن جد الحق معه حابة تطفشي من شيء؟ يعني أحياناً بحب أطفش من الشيء اللي أنا فيه يعني بحب أيام أقعد بجزيرة يمكن ما فيها حدا أقعد لحالي مو جعبالي لا شوف حدا ولا رن تليفون ولا أحكي مع حدا ما بتحبي الناس؟ بحب الناس بس مو دايماً يعني أيام بدي خلقي بحب أنه أكون يعني مع نفسي مين الشخص اللي ندمتي أنه عرفتي؟ بلشت تفوت بالتفاصيل أنا من أجوبة محدد الشخص اللي ندمت أني تعرفت عليه مثلاً يعني اشخاص كثير شكله انا ما بدي لا انا ما بدي احاول اني اكذب او انه شيء بس انا فعلا فعلا انا مو حاضر ببالي الاسم بس في ناس بتضايق اني تعرفت عليه لا في ناس بتضايق اني تعرفت عليهم في ناس بتضايق اني انا بعرفهم او انه هن بيعرفوني في حدا من الموجودين هون لا لا ما في حدا ما في عامل حالي ما انتبهت لا لا خلص حسابك بعد مرقة لكن حال عندك فراغ عاطفي كمان هلا ما عندك حالة حب مو شرط يعني هو جواب مو ضروري يكون قاطع يعني أي دعوة كل حال لا أنا ما كتير بحب هذا الموضوع يكون معلن بس ما بتفكر بالارتباط بالزواج هلا ممكن بس مو ضروري يكون على الملأ يعني أنا كمان كتير بتهمني حياتي الشخصية إنه تكون خط أحمر بالنسبة لي بس هذا موضوع يعني طبيعي الزواج يعني كل الناس لا رؤالي أنا مو من مبدأ إنه طبيعي أو مو طبيعي هو أنا هيك أنا ما بحب حدا يعرف إن كان إيه يعني أو يعني لا ممكن يعني بمجمل الحالات إيه وأنتي جاوبتينا لا طبعاً وممكن يكون لا وأنا أقول لك إيه معناها ما لنا ثقة بكل أجوبتك لا 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 مو هيك بس أنا بس بموضوع الحياة العائلية والخاصة بتمنى دائماً إنه تضل خط أحمر بالنسبة لي يعني هيك طبيعي هيك بحب ما في مشروع بس ارتباط حالي يعني مو معقول عشان خلص خلينا نريحك طيب هلا بالاسئله والاجوبه ايه بتاخذي راحتك نغني بغني مارسي هوايك احلى شيء خي ما في اسماء ما في اشخاص ما في اجوبه محددين رح اقول شيء خاص لإلي بتقول شيء جديد اسمها الحكايه هي الاغنيه بحبها كثير بحسها بتشبهني شوي بتقول عالبعد أنا مش هلومك لا ولا هتبع عليك المهم إن أنت ماشي والحياة حلوة في عينيك عالبعد أنا مش هلومك لا ولا هتبع عليك المهم إن والحياة حلوة في عيني الحكاية من البداية فيها وهم وفي خداع وانت خاين يبقى لازم يجي يوم وتقول وداع الحكاية من البداية فيها وهم وفي خداع خاين يبقى لازم يجي يوم وتقول وداع كنت بتمثل عليا وعشت عمري مصدقاك والحكاية هي اني مش هفضل شكراً لك ناسي هاي من الألبوم الجديد عنوان الحكاية تمام حلو كتير الغنية بدي أشكرك على الختام بهي الفقرة بدي أشكركم كلكم وننتقل نرجع لفقراتنا بس نريحكم شوي من الأسئلة بعد ما كان في كم كبير من الأسئلة بهي الفقرة آخر فقرة معنا أنتوا رح تكتبوا صفات عن بعضكم البعض عنوان الفقرة هو كشف المستور
كشف المستور اخر فقره معنا، نريحكم من موضوع الاسئله والاجوبه، انتم تكتبوا عن بعضكم البعض صفات، صفه ايجابيه وصفه سلبيه عن كل حدا. محمد اوكي، ورقه لا تكتب باسل صفه ايجابيه وصفه سلبيه، ورقه لا نانسي نفس الشيء، باسل ونانسي نفس الشيء. اوكي محمد ليش عم تضحك؟ هلا انا قلمي ما عم يكتب. هلا كتب. اوكي ايه تمام. بس لا تغير شوف الطلاق. لا ليلي الله يوفقك. لا بس كلمة. لا بس أول كلمة. لا أخي خلاص. هلا مين مفروض يقراهم هذول ورا أنت؟ أكيد اكتب بخط حلو. يفترض. وهذا الشيء صعب. فيك تكبر الخط لأنه بهالحجم صعب ينقرا. مفروض نرجع لك ياهم؟ إيه إذا خلصتي؟ أوكي. رح نبدا. انا رح احاول استاذن قبل ما يعني بس لانه الموضوع فيه صراحه مو تمام. يعني استاذن مين؟ لا يعني الصفات من اللعبه بشكل عام، يعني بركي انتوا قولوا الصفات وانا مو هون. خلينا نبدا مع محمد شوف ردود فعله. يلا شوف شو كتبوا عنك. احدهم كتب عنك بانك كريم، الصفه الايجابيه. اما الصفه السلبيه فهي انك ابو عجقه. أبو عجرة هيك ليه بيقولوا لي أبو عجرة؟ الشخص الثاني كتب عنك إنك طيوب كثير، بالمقابل كتب إنك بتشرد كثير. مين كتب عنك كريم أبو عجرة؟ هلا كريم أبو عجرة أكيد باسل لأنه بيشوفني معجوق. معجوق على الأغلب الحالات بيشوفني شلون عم بتحرك عم بطلع ومنزل. مزبوط أنت أبو عجرة. انا ابو عجقة بس يعني ابو عجقة برتابة، يعني ابو عجقة بكون مرتب. ابو عجقة مرتب. ابو عجقة مركب. يعني بكون مرتب جد الافكار براسي، ف غريب عندك بنفس الوقت عم اعمل كثير شغلات، بس بالاخر اكيد لازم بالاخير يصيروا كلهم. ابو عجقة ومرتب وغليظ بس مهضوم. لو ما عنده نقاط. نانسي كتبت انك طيوب كثير بس بتشرد كثير. بشرد كثير يمكن لاحظت هذا الشيء، كنا قاعدين مع بعض يمكن ايه يعني فعم تحكي معي كاتب شيء وانا مخي بشيء ثاني قبل عالم اخر. مزبوط يعني هذا الحكي. مزبوط مظبوط بشرد كثير. عشقها بتعرفي؟ لا مو قصه عشق، مو قصه عشق او شيء، بس بشرد يعني بحكم انه في كثير شغلات، في كثير شغلات براسي بكون بنفس الوقت عم تفكر فيها. باسل شوف كل حدا شو كتب عنك. احدهم كتب عنك بانك مرح، الصفه الايجابيه. الصفة السلبية هي إنك متردد. الشخص الثاني كتب عنك الصفة الجيدة بإنك صديق وفي. أما الصفة السلبية فإنك صحاف وقح. باسل روق روق، نحن عم نمزح هون برنامج يعني هيك طالعين. مين بتوقع كتب صحافي وقح؟ أكيد. مزبوط هالكلام؟ لا. شلون لا؟ باسل؟ لا إذا هي يعني الوقاحة يعني برأي نانسي أو برأي عدد الناس هي إنه تجاوز بعض المحظورات أو يمكن صراحة زايدة أو الجرأة، فما عندي مشكلة فيها. في كثير ناس وجهوا لك هيك صفة هيك أيه؟ إنك في وقاحة؟ إيه ما بتزعجك هيك؟ لا أبداً. طالما إني لاحظ جوابه أنت، يعني طالما أنت ما بتكون عم لا أبداً. طالما اني ما عم بتعدى شكله محضر الاجوبه، شكله محضر الاسئله. كان في ورقه غش معه؟ لا هي ورقه الفاتوره كان عم بشرب عصير. ورقه الفاتوره شوف. ايوه تمام. بس بتوافق على الصفه؟ اي وحده تبع الوقح؟ لا اذا هالمعنى يعني بالمعنى اللي انا بقصده. اكيد انا هذا اللي قصدي، المعنى انه انا يعني جريء بمفهوم المجتمع نحن فيه، انا شخص جريء. يعني اجاباتك قويه بالوقت اللي يمكن تزعج بعض الناس، بس هي بالنهايه تعتبر وقاحه. ايه هي بتكون جريئه كثير وقويه، بحيث انه مثلا يعني بحس انه بجاوبك جواب انت ما بتتوقعه، بيكون مؤذي لك في حال انت كنت شخص مثلا اللي كان اذا حدا مثلا ان اذيتي انت شي مره كان في معك. لا انا باسل ما ابدا ما اذاني بي كصحافي، انا عم بحكي مو كصديق ابدا. حواراتنا كلها كانت سليمه 100%، رغم من انه يعني بحب يتعدى الخطوط الحمراء. بحاول اني اكون يعني بحاول استجيب بيقولوا هو هذا الشيء ما بطريقه يعني هذا الشيء بيميز باسل، الجرأة تبعه والوقاحه.
شكرا. على كل حال كتب عنك من زمان جعبالك طلعت مناسبة خلص. محمد كتب عنك انك مرح متردد. اي متردد مزبوط. هي مرح لانه بنقضي وقت كثير اوقات يعني بنجتمع ببعض ففي جو دائما بتكون مزح يعني على الحد. بس متردد متردد ايه بس هي صفة ما بنكرها لانه هي من اساسات برجي الجوزاء. الجوزاء. انت ونانسي. نانسي شوف كل حدا شو كتب عنك، شو إذا بدك تعرفي. أحدهم كتب عنك بأنك اجتماعية. هي الصفة الإيجابية. أما الصفة السلبية فهي أنك بتنسي كثير. شخص ثاني كتب عنك بأنك بيتوتية كثير. كتب عنك الصفة السلبية أنك عنيدة. مين كتب عنك اجتماعية وبتنسي؟ يعني عنيدة أكيد باسي. موضوع اجتماعية وبتنسى باش لأنه يمكن هلأ ما بعرف إذا هلأ يعني لأنه صراحة أول مرة بلتقي بباش كهيك جلسة يعني هيك مو عمى بس جلسة أنت بتنسي فعلا كثير؟ إيه كثير لا شوف حسب شو يعني مفهوم النسيان إذا كان إنه أسألك نفس السؤال أكثر من 5-6 مرات بظرف فترة قصيرة لا يعتبر نسيان فهي ما بتنسى انا صار لي بعرف باسل يعني كثير فتره طويله فكل ما او كل فتره بجلس باسل انت من وين فانا هيك يعني ما لازم تعملي حبوب للذاكره كنتي ايه عم اقول لك هلا خاصه هلا بهالاوقات لاني بحس انه في براسي كثير اشياء حاولت استعمل الدفتر حاولت استعمل الريمايندر على الموبايل حاولت استعمل كثير اشياء لسه بنسى عبس لسه بنسى فدائما بقول لهم ذكروني ذكروني بليز حدا يذكرني اجتماعيه وبيتوتيه كثير كيف زبطي مزبوطين انا بقول لك شلون زبطت معك هلا بيتوتيه شوي بحب البيت احيانا بس اجتماعيه لازم تروحي وتيجي وتشوفي الناس لا اجتماعيه انه انا لما بكون قاعده بجلسه بقدر اني احكي وابتسم واخذ واعطي واكون هيك ظريفه يعني بالبيت بحب اني اقعد بالبيت ما كثير يعني انا اذا كل يوم كل يوم ما كثير بتسهري؟ لا طبيعتي ما بسهر انا بنام بكير عنيده سبب لك مشكله ايه وايام ممكن اخسر شيء من وراها وايام بربح كثير اشياء من ورا عندي بتربحي من ورا عندي؟ ايه طبعا كيف؟ في اشياء كثير انت بتعند عليها انه انت ما بدك اياها بالوقت اللي هي بتربحك شيء بلا طعمه عفوا بتخسرك شيء بلا طعمه بس بالوقت بتربحك شيء كثير غالي مو شرط يكون مادي ابدا يعني ما بتحبي تغيري هي الصفه فيك لا بالعند لا لا بالنهايه انتم عرفتوا كل حدا شو كتب عن الثاني ووافقتوا على الصفات اكيد هذا دليل انه بتعرفوا بعض كمان كثير منيح بدي اشكركم بس قبل ما نختم شو رايكم نسمع شيء من باسل سمعنا من محمد ومن ناس هلا صار دور باسل شو رايكم نغني لنا غنيه مشتركه شو رايكم شو رايك نقول شيء قديم او جديد خلينا قديم قديم احلى قديم نقول مثلا انا قلبي لك ميال يلا مش من عندك يلا أنا قلبي إليك ميال وما فيش غيرك عالبال أنا قلبي إليك ميال وما فيش غيرك عالبال أنت وبس اللي حبيبي أنت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي وما فيش غيرك عالبال وبحبك قد عينيا حتى اكتر منها شوية وبحبك قد عينيا لا اكتر منها شويه اسالها انت وحلفها على طول حتقول لك هي اسالها انت وحلفها على طول هتقول لك هي انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي مهما يقولوا العزاء حلو شكرا شكرا
شكرا لكم، شكرا على الختام الحلو، بدي اشكركم كثير لوجودكم معنا. تسلمنا فيكم الفنان محمد الباش. شكرا كثير لك، انا انبسطت كثير التقيت، قعدت هيك بهالجو كثير حلو مع باسل وناسي ومعك استاذ محمد بالعكس، كثير انبسطنا وعشاشة الدنيا اكيد انا شرفت كثير كون موجودين معكم اليوم. اهلا وسهلا فيك والاعلامي باسل محرز. شكرا لك محمد، شكرا للدنيا، شكرا للجمهور اكيد. أكيد وشكرا لك كثير للفنانة نانسي زعبلاوي. أنا كمان بشكرك من كل قلبي، شكرا لأنك أكيد جمعتني بباسل ومحمد. بشكر كل حدا عم يحضرني أكيد بالدنيا، ميرسي لكم كثير، كنت مبسوطة اليوم. نحن كنا مبسوطين معكم طبعا، شكر أكبر لكم مشاهدين على المتابعة، نذكركم إنكم فيكم تتواصلوا معنا مع البرنامج عبر الإيميل ورق@الدنيا.تي في. الأسبوع الجاي حلقة جديدة، شوفكم بخير.